أيها الإخوة، أحييكم في ختام مواد برنامجنا وأقدم إلى حضراتكم العرض الأخير بأهم أخبار أمس السبت. Headlines. The PLO leader and the United Nations Secretary General have met in Geneva. Evening. His Majesty King Hamad bin Isa Khalifa was at the airport to receive the Jordanian monarch. And joining us live now from Beirut. اجتماع استثنائي الأحد المقبل لدول مجلس التعاون لاستكمال إجراءات الخطة الخليجية لحل الأزمة اليمنية. بعثة أممية لتقصي الحقائق تبدأ مهمتها في طرابلس للتحقيق بشأن استهداف المدنيين خلال المعارك في ليبيا. بان كي مون يؤيد دعوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي بشأن ما يجري في سوريا. ومقتل 8 من جنود حلف شمال الأطلسي برصاص طيار عسكري أفغاني بالقرب من مطار كابول. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. The King hails the solid relations and constant development of cooperation between Bahrain and the UK. Coalition forces launched more than 100 sorties during the past 24 hours against specified Houthi targets in Yemen. And the US and its allies launched 20 airstrikes targeting IS militants in Iraq and in Syria. Bahrain Television, and I'm Yasmin Anan. Good evening.
Hello and welcome to the 7 o'clock news from Bahrain International. I'm Shadi Aqeel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. تحتفي مملكة البحرين باليوم الرياضي الوطني الذي دشن عام 2017 كمبادرة سنوية في دول مجلس التعاون الخليجي لغرس ثقافة الرياضية كأسلوب حياة. ونظرا لجائحة كورونا وتداعياتها، تقام فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في المملكة افتراضيا حرصا على سلامة أفراد المجتمع كافة. جلالة الملك المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. البحرين تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني 92 تعبيرا عن الاعتزاز بما يجمع الشقيقتين من روابط راسخة وعلاقات متينة. وزير الخارجية يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي الداعم للسلام والتسامح والتنمية المستدامة. وزير شؤون الأعلام يؤكد على دور جامعة الدول العربية في ترسيخ الروابط الأخوية المشتركة ودعم القضايا العربية العادلة خصوصا في المجال الإعلامي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة. وها قد أطلت على أشقائنا في المملكة العربية السعودية وعلينا كشقيقة كبرى الذكرى 92 لليوم الوطني السعودي. نعم ريم، ذلك اليوم الذي جمع شموخ الأمة العربية وعزها وارتقى بها لنصل إلى ما نحن عليه في يومنا هذا. كل عام والشقيقة الكبرى بألف خير.